فإذا نتأمل الصورة أولا، ماذا يلبس الشاف؟ قطعة من القماش يلبسها فوق ثيابه. طيب ما هو لونها؟ أبيض. ماذا يضع على رأسه؟ قبعة. قبعة. وماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يصنع الحلوى. وماذا نشاهد القالب الكيك الجاتو، ما هو لونه؟ زهري. بني. هل تحبون الجاتو الكيك؟ لماذا؟ لأنه طعمه لذيذ. هل تحبون الكيك بالكريمة أو بالشوكولا؟ شوكولا. شوكولا. لماذا؟ لأنه لذيذ. طيب. شهي. لقد تعلمنا. تعلمنا أيها العصافير، هل أنتم عصافير؟ نعم. لقد تعلمنا أيها العصافير، أيها العصفور الصغير، ما اسمك؟ نور. نور. تعلمنا أول قصيدة هي اسمها ألحان شتاء. ثاني قصيدة بيتي. ثالث قصيدة تحية المدرسة. يلا سنغني تحية المدرسة. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا ماما برافو، أحسنتم أحسنتم. تغنوا ألحان الشتاء؟ نغني بيتي. بيتي أجمل. بيتي أجمل. يلا بيتي. يلا واحد 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 اثنين. بيتي. أين 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 هي بيتي يا نور؟ نور 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 نور. بيتي بيتي هي ألحان الشتاء يا نور. بيتي. أيوة بيتي. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر، فاطر يا رياح والزحف يا شجر، واسرح يا غيوم وفرح بالمطر، واطر يا عيون لست اخشى الخطر. سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر. برافو برافو برافو. ما هذا الصوت الجميل؟ ألحان الشتاء. ألحان الشتاء. طيب يلا تكرم عينكم، ألحان الشتاء. يلا أمطري واعطفي وارقصي واعزفي واخلق الجمال، الركن في أعدادنا والدين في السلال، وكلها حلال من زماننا، عادت المزنو إلى الأرض وباع برافو. زقف زقف. برافو. ما معنى معهدا علمني؟ مثل الذي تعلمت فيه. برافو. ما معنى يا نور الهدى؟ الإرشاد والإص والإصلاح. برافو. ما هو؟ ما معنى جملني؟ برافو. ما معنى حليتني؟ أصبحت جميلا. برافو. أصبحت جميلا. شو؟ جميلا. أصبحت تلميذا صالحا. طيب أي قصيدة أحببتموها أكثر؟ هل هي برفع الأيادي؟ بيتي وتحية المدرسة. بيتي وتحية المدرسة. أمطري وبيتي وتحية المدرسة. تحية المدرسة. بيتي و و و و تحية المدرسة. ولماذا أنت خجول؟ وأنتم الجهة الثانية. ألحان الشتاء. ألحان الشتاء. ألحان الشتاء. بيتي 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 وهم تحية تحية المدرسة. ألحان الشتاء وبيتي. وأنت شو ما هن شو هن؟ ألحان الشتاء وبيتي و ايه مدرسة
بيتي بيتي ألحان الشتاء بيتي وألحان الشتاء طيب. لقد درسنا نحن درسنا الجموع قلنا الجموع كم نوع ثلاثة شو هن جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم وجمع تجسير المعلمون أي نوع من الجموع المعلمات الزهرات طيب إذا بدي أقول لكم أنا الطبالون لا الطبالون جمع مذكر سالم الطبالات طيب إذا بدي أقول لكم أنا البحار الأنهار الملاعب برافو ما هي وظيفة الشاف برفع الأيادي فضل ما هي وظيفة الشاف؟ أن يقطع القطة ويصنع الحلويات. برافو. يلا مشاركة. يصنع الحلويات ويجعل القطة على الطاولات. يصنع الحلويات والقطة. طيب وماذا أيضا ما هي وظيفة الشاف؟ بشكل عام كلنا مع بعض. شو وظيفة الشاف؟ محمد شو وظيفة الشاف؟ أن يقدم الحلويات إلى الناس. يطبخ برافو احسنت برافو الاكل الاكل لماذا لماذا ليس من الضروري ان يفعل فقط الحلويات برافو رينا برافو طيب ما هي صفات الشيف ان يكون كريما نظيفا وانيقا برافو ما معنى محمد فرن وما معنى بئزره برافو ما معنى الحلواني الرجل الذي يصنع الحلويات برافو طيب ما هو اعراب يدنو ما هو اعراب يرى ما هو إعراب يبكي؟ برافو أحسنتم.